تكاتف مع إبراهيم الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة وانطلاقة جديدة لبرنامجنا تكاتف، واللي يبث من إذاعتنا ألف ألف أف أم من استديوهاتنا في الرياض. لسه مودي على جانب البرامج الترفيهية. حياكم الله أكيد في هذا البرنامج، هذا البرنامج اللي يعد منصة للأعمال الخيرية، للأعمال التطوعية، للأعمال الإنسانية. وهذه الأعمال طبعا إحنا عن طريق إذاعتنا ومن خلال إذاعتنا ألف ألف أم أتحنا الفرصة حقيقة لهذه الأعمال اللي تستحق أن يكون لها منبر ومنصة إعلامية. لذلك في كل حلقة ضيف مميز، في كل حلقة قصص تطوعية، قصص إنسانية مميزة نطرحها إن شاء الله لكم من خلال برنامج 011-217-8585 أو رقمنا الثاني 012-616-1100. أيضا حسابنا على تويتر، وأكيد نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم، مشاركاتكم على تويتر عن طريق حسابنا ALIF FM. برضو الناس اللي حابة تسمعنا من الآب، يعني خلينا نقول كذا وانت في المشوار ومندمج مع الموضوع ووصلت البيت، كل اللي عليك انك تفتح الآب حقنا ALIF، برضو ALIF FM. ألف ألف. اليوم ضيفنا من جمعية العمل التطوعي واللي مقرهم في الشرقية. طبعا هذه الجمعية لها برامج مميزة، أصداءها جدا مميزة، تقوم بأعمال كبيرة متنوعة، لها برامج ثابتة، لها برامج متنوعة بين الفترة والأخرى بين الحين والآخر. اليوم راح يكون متحدث معنا من هذه الجمعية اللي هو نائب المدير التنفيذي الأستاذ خالد الزهران. يسعد الله مساك أستاذ خالد وحياك الله. يا أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير ومسا الله جميع المتابعين والمستمعين والمستمعات في برنامجكم الجميل. حياك الله أخوي خالد. طبعا متفقين أنا وياك اليوم البرنامج ودي، المود ودي يا خالد، صحيح؟ صحيح. جميل جميل جدا. طيب أول شيء أخوي خالد عطينا فكرة عن جمعيتكم، جمعية العمل التطوعي اللي مقرها في الشرقية. هل مقرها في الشرقية وهي يعني عملها داخل المملكة بالكامل أو فقط المنطقة الشرقية؟ عطينا فكرة عن الجمعية. اولا يعطيكم العافيه وشكرا على هذه الفرصه الجميله انكم متحدثين في هذا البرنامج الرائع من النوادر البرامج اللي مهتمه بالعمل الانساني، بالعمل التطوعي، واللي هذا يعني كشباب متطوعين في المملكه يعتبر لنا مفخره. جمعيه العمل التطوعي عزيزي هي جمعيه تؤسس عام 2008 في المنطقه الشرقيه، من اولى الجمعيات المتخصصه في مجال العمل التطوعي. جمعية العمل التطوعي نتكلم على رئيس مجلس إدارتها الدكتور نجيب الزامل، وأيضا مجلس إدارتها المكون من نخبة الأسماء على مستوى المملكة تخدم جميع شرائح المجتمع. العمل التطوعي هذا هو ديدنا، هو عملنا، هو شغلنا، نخدم الجميع، ممكن نساعد الجميع، نقدم أعمال للجميع. الجمعية زي ما تفضلت أنه مقرها في المنطقة الشرقية وخصوصا في مدينة الدمام، لكن نطاق عمل جمعية العمل التطوعي بالنسبة للمملكة نحن جالسين نشمل جميع مدن المملكة. جميل جدا. لأنه نتكلم على عمل تطوعي، عمل إنساني لا يخلو من الشراكات ومن التعاون. فجمعية العمل التطوعي عندها شريك أساسي في مدينة الرياض، وأيضا عندها عدة شركاء في مدينة جدة، وأيضا يعني مختلف المدن على أساس مبدأ التكامل. احنا كلنا اللي في مدينه جده يخدم اللي في مدينه الرياض عند الحاجه، وايضا اللي في مدينه الرياض يخدم المنطقه الشرقيه، وبكذا نكون كوننا العمل التطوعي المتكامل. هذا بالنسبه لنطاقنا. جمعيه العمل التطوعي اضيف لك معلومه اخرى، هي عضو منتدب في الاتحاد العربي للعمل التطوعي. جميل. وبرنامج تطوعي الامم المتحده، والحمد لله هذا يعتبر من البرنامج التطوعي اللي هو اليونايتد نيشن فالنتير اللي يو ان بي. بالضبط. جميل. البرنامج هذا جمعية العمل التطوعي ببعض البرامج اللي قد نذكرها لاحقا وصلت لهذه المنظمة وصارت عضو أساسي في هذه المنظمة بسبب البرامج اللي يقدمها الشباب وشابات البلد. جميل جدا. طيب جمعية العمل التطوعي، المتطوعين اللي فيها، شريحة المتطوعين منهم بالضبط؟ طيب خلينا نقول لك بالعموم لما نتكلم على العمل التطوعي، البعض يحصر العمل التطوعي انه الشباب.
اللي هما مرحلة ال 15 سنة إلى ال 35 سنة، وهذا نوعا ما مش صحيح. العمل التطوعي من جميع الشرائح، ما هو حكر على أحد العمل التطوعي صحيح؟ يس، هذا هو. يعني جمعية العمل التطوعي أصدرت تقرير لحالة التطوع في المملكة، وبدأت بالمنطقة الشرقية تباعا في المدن، إن شاء الله رح يطلق. العمل التطوعي يشمل جميع الأعمار. صحيح أنه فئة الشباب هي الفئة الأكبر، فئة ال 15 سنة إلى 35 سنة أيضا الفئة الأكبر اللي هي من 35 سنة والأصغر. فنحن جمعية العمل التطوعي جالسين نخدم الكل. عندنا برامج موجهة للأطفال في مرحلة الطفولة بيشتغلوا فيها أو بيقدموا الأفكار النوعية للأطفال فيها مختصين، وأيضا أطفال من نفس الشريحة. عفوا خالد، موضوع الأطفال هذا، هل البرنامج من صناعة الأطفال نفسهم؟ شوف، نتكلم على أحد برامج الجمعية وقد يعني سبق هذا. أيوة، أعطيني مثال، أعطيني مثال. أيوة، نتكلم على مثلا مبادرة من مبادرات جمعية العمل التطوعي اسمها الواعد الواعي. جميل، جميل جدا. الواعد الواعي عبارة عن غرس قيم. الله، غرس القيم بيشتغل فيها في الجمعية مع بعض الأطفال في الفئة العمرية هذه، بيستوعبوا القيمة هذه. مثلا على سبيل المثال نتكلم عن قيمة المواطنة. جميل. كيف أنه نزرع قيمة المواطنة الصالحة في الطفل اللي راح يكبر إن شاء الله وراح يكون عماد من أعمدة هذا الوطن. الواعد مثل ما ذكرته. أي الواعد الواعد. جميل. أوكي؟ جدا. واعد واعي. فنحن نتكلم على الطفل وكيف أنه يكون هو في مرحلة نمو واعي بهذه القيم الإيجابية، وهذا الشيء اللي راح يبعد عن بعض القيم السلبية. فنعمل على هذه القيم، قيم المواطنة، قيم السلامة، قيم الابتسامة، المصافحة. ومين اللي يزرع، مين اللي يزرع لهم هذه القيم؟ مين الناس، مين المدربين؟ أو خلينا نقول هل هم الأطفال لنفسهم يزرعون هذه القيم ببرامج متبادلة، ثقافة متبادلة من الأطفال؟ إيش بالضبط، كيف؟ طيب، أنت لما تبدأ في زرع أي قيمة لابد تبدأ من المختص. نحن يعني نقدم الأشخاص المختصين اللي يستطيعون إيصال المعلومة للطفل بأبسط الصورة، وجعل هذا الطفل هو السفير لهذا القيمة. جميل، جميل جدا. هذا أول ما نبدأ فيه. بعد كذا تتطور نفس القيمة ونفس المبادرة نفسها إلى أنه الأطفال يشتركون مع أطفال آخرين بوجود المختصين، ويستمر نشر هذه القيمة بينهم. على سبيل المثال أذكر لك مناسبة، واحدة من مناسبات هذه المبادرة تمت في فعاليات الصيف في المنطقة الشرقية. جميل. دربنا عدد 15 طفل وطفلة، غرسنا فيهم ثلاث قيم إيجابية. جميل. بعد كذا في مدة 30 عفوا في مدة 28 يوم في موسم الصيف في الفعاليات الكبيرة، الأطفال هذول يشتركون يوميا في ثلاث ورش عمل نسميها مع الأطفال الآخرين. جميل. ينقلونها إلى عدد 20 طفل. بكذا نحن وسعنا دائرة التأثير. يعني كأن برنامج تي أو تي، يعني تدريب المدربين، كأنك تجهز أطفال مدربين لمرحلة الطفولة. أيوة، بس للأطفال يعني. جميل. هو بالضبط. لأنه أنت عارف الطفل بيحب أنه يكسب من قرينه معلومة جميلة. صحيح، ويكون هذا أسهل. حلو. طيب خالد، انت الحين تكلمت لي عن الاطفال، انا قلت لك والله انا يا خالد يا جمعيه العمل التطوعي عندي طفل في البيت، عندي اطفال، هل البرنامج هذا يعني لا زال متوفر، ممكن اني انا والله اخلي اطفالي يشاركون فيه، او مستقبلا ان شاء الله في برامج مشابهه؟ البرنامج متواجد. اعطيك المعلومه الوحده في بالنسبه لهذه المبادره. المبادره هذه لها جدوله. اوكي. وممكن اي شخص يسعى انه يتواصل مع جمعيه العمل التطوعي طلبا للاستفادة من هذه المبادرة. جميل. على طول الأشخاص المختصين في هذه المبادرة ينسقون معه، قد ينضم في كورس مبسط، وبعد كذا يشارك في المناسبات العامة. طبعا لما تتكلمت على عموم المجتمع، لا يرى المبادرات هذه إلا في المناسبات الكبيرة بحكم التأثير الكبير. صحيح. اللي يتم عن طريق هذه المناسبات. بعد يعني otherwise تلقاها في كورسات ل 15 طفل. اوكي. وتكون مختصه لهذول الاطفال. جميل. ولكن الحمد لله يعني في تاثير في الاطفال. يعني قيم سلبيه نرى انه نوعا ما جالسه تتزاحم بالقيم الايجابيه وتنزاحم من مجتمعنا، هذا شيء يسعدنا يعني كاشخاص مهتمين. صحيح. في التاثير. حلو. اسمها، اسم المبادره الواعد الواعي.
خلاص يعني نقول صحيح. اللي مثلا يبغى ان اطفال يشاركون مثلا البرامج يتواصل مع جمعيه العمل التطوعي الواعد الواعي. طب خليني على اساس برضه نوصل معلومه كامله للناس، كيف ايش هي قنوات التواصل مع الجمعيه؟ طيب نحن ممكن عن طريق الموقع الالكتروني، ممكن عن طريق وهذا السوشيال ميديا لا يخلو منها جميع حسابات السوشيال ميديا سعودي اي في دبليو. اوكي اعيد مره ثانيه، مع سعودي @سعودي اوكي اي في دبليو. اوكي واضح هو، او بنشير في حسابنا في الاذاعه الان راح نشير باذن الله، ونحن نتشرف انه اي واحد يتواصل معنا ونخدمه ينشر الخير اللي موجود. عاد تردون على الناس يا خالد ولا بس الناس تستقبل وترسل وما حد يرد عليه؟ عزيزي اي شخص ما نرد عليه له الحق، نحن الحريصين انه اي شخص يحتاج مننا شيء يتواصل معنا نرد عليه يتواصل معه، وممكن انه كمان ندعوه في بعض المناسبات اللي تكون عندنا في اقرب الاوقات بحيث انه نلتقي ونسمع منه اكثر من السوشيال ميديا. جميل جدا، وشكرا على هذه المبادره الجميله حقيقه. بالعكس. يعني ان الجمعيه تلتفت للنشء في العمل التطوعي هذا بحد ذاته حقيقه يعني نجاح ومشروع نوعي، فشكرا لهذه المبادره الجميله. يسعدنا عزيز ابراهيم. طيب استاذ خالد نطلع فاصل بسيط نرجع نستكمل بعد الحديث معك في موضوع الجمعيه، جمعيه العمل التطوعي. يلا. كاتف مع ابراهيم الدوسري. حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج تكاتف اللي بث من استوديوهات ألف ألف أف أم في الرياض. اليوم مع ضيف مميز الأستاذ خالد الزهراني من جمعية مميزة وبرامجها كلها نوعية اللي هي جمعية العمل التطوعي واللي مقرها في الشرقية. حياك الله أستاذ خالد من جديد. يا أهلا وسهلا، حياك أخوي إبراهيم. أستاذ خالد يعني أنتوا ما شاء الله برامجكم كثيرة ومميزة ونوعية، فاسمح لي أنا اليوم يعني أبغى أطلع منك قد ما أقدر معلومات للناس. بالعكس يسعدني هذا الشيء. الله يسعدك. طيب احنا تكلمنا عن مشروع للنشء اللي هو الواعد الواعي للأطفال، خلينا نقول صناعة جيل واعي هدف المبادرة. بالضبط. صحيح بالضبط. طيب اعطيني بعد نوعية البرامج اللي عندكم تركز على ايش بالضبط؟ طيب خلينا نقول شغله، الجمعية لها توجه لما نتكلم نحن في محور المبادرات في اختصاصات معينة، يعني نتكلمنا على النشأ، نتكلم على بعض القيم في اللغة العربية في مبادرة كلمهم عربي، لكن في الأساس الجمعية عندها برامج تولد هذه المبادرات. مثلا لما نذكر على سبيل المثال مركز الشرقية للعمل التطوعي، مركز مختص في تنظيم العمل التطوعي في المنطقة، قد يعني قدر الإمكان أنك أنت تنظم العمل التطوعي دون أن تقتل العمل التطوعي. كيف العمل التطوعي كل ما كان منظم أكثر يعني بشدة فقد روح المرونة، روح التطوع اللي هي الجميلة هذه. صحيح. هذه يعني بسرعة ما توضح عند المتطوع أكثر. صحيح. لكن نسعى لعملية التوازن في هذا المركز إنه يكون عمل منظم والإمباكت أو الأثر حقه الإيجابي مستمر وقوي. برنامج آخر جائزة التطوع السعودية. جميل. جائزة مختصة أو برنامج مختص في التمكين والتقدير. جائزة أيضا المركز التطوع السعودية. التطوع السعودية. يعني يس. برنامج آخر الرخصة الدولية للعمل التطوعي، لما نتكلم نحن على تمكين المتطوع إنه مش مجرد متطوع مدة يوم أو متطوع مدة شهر أو متطوع يبدأ ويبقى في الأخير في نفس المستوى. أوكي لا نسعى إنه المتطوع يوم إنه يبدأ يتطور يتمكن يكون عنده إدراك ووعي أكثر، وندربه على المهارات اللي موجودة في الرخصة الدولية هذه بحيث أنه والله يوصل لمرحلة أنه يكون هو المؤثر، هو نقطة انتشار جديدة. جميل. طبعا الرخصة الدولية لو أعرج عليها برنامج معتمد من برنامج متطوع الأمم المتحدة، لأنه الرخصة يعني جالسين نسعى أنه نحن توصل لأعلى المستويات عالميا. أوكي. المنهج هذا مسخرة، أنه منهج الرخصة منهج سعودي. عفوا يعني توضح لي الشراكه اللي مع البرنامج الامم المتحده للتطوع، هل هم انتم يعني بينكم شراكه الشخص اللي يبغى يحصل على الرخصه يحصل على الرخصه من اليو ان ولا من عندكم؟ طيب جميل، سؤالك جدا جميل اخوي ابراهيم. نعم. الرخصه هي برنامج مختص في جمعيه العمل التطوعي، بما انه هي الجهه
اللي تملك الحقوق الفكرية في تأليف هذا البرنامج. جميل؟ جميل جميل. لكن إن إحنا كجهة نسعى يعني لتدريب المتطوع ونسعى إنه السيرتيفيكيت أو الشهادات المعتمدة كل مالها تزيد. بالنسبة للرخصة هذه تم راجعتها وتم اطلاع ممثل برنامج الأمم المتحدة الأستاذ إبراهيم حسين وتم مراجعتها في بون في ألمانيا على أسس عالية جدا. أوكي. فهذا الشيء أسعدنا إنه تم الاعتراف فيها من هذه المنظمة. البرنامج قوي جدا. أوكي. قدر الإمكان نسعى لانتشار البرنامج لتكوين قيادات. البرنامج مش ورش عمل مجرد إنه الشخص بيحضرها يوم أو يومين أو ثلاثة. لا. تدريب كامل. له عدة تدريب مدة 5 أيام. المرحلة القادمة إن شاء الله رح يكون في جزء أونلاين إلكتروني الشخص يتدرب فيه. إذا حاب يحصل على شهادة يتدرب في برنامج ميداني بعد كذا عنده برنامج تطبيقي. إلين ما يعني نسعى إنه المتطوع أخذ أكبر قدر من التمكين في مجال العمل. وعليها رسوم. الرسوم رمزية وقدر الإمكان بالنسبة لجمعية عمل طوعي نسعى أنه نوجد شراكات عشان نقدمه مجانا للفرد للمتطوع. فهذا يعني هذا شيء من الأشياء اللي حريصين ورا ما تعاونون مع وزارة العمل التنمية الاجتماعية تتواصلون معهم ممكن. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي المظلة الرسمية لنا أوكي للجمعية ونحن متعاونين معها. عندنا شركاء في في التغطية المادية. أستاذ خالد اسمح لي في التغطية المادية يعني وزارة العمل يعني هي عندها ناس مختصة في تحقيق الرؤية بالجانب التطوعي صحيح. وفي النهاية الرخصة تنعكس على البلد يعني تنعكس على شباب البلد ممكن تتواصلوا معهم في هذه الناحية صحيح؟ صحيح. بالنسبة لما نتكلم على وزارة العمل متعاونة جدا في تقديم التسهيلات وفي تقديم أيضا التكلفة والأثر إنه ما يكون في أثر على المتطوع. أيضا جمعية عمل طوعي عندها شركاء. لما نتكلم على مثلا في المنطقة الشرقية شركة أرامكو السعودية متعاونة جدا وراعت الرخصة عدة دورات بحيث أنه نقدمها مجانا وأيضا قدمت مجانا يعني نتكلم على دورتين وندخل على الثالثة. الجمعية من الدور الأساسي عندها أنها توجد الشراكات على أساس الرخصة تقدم مجانية للفرد. والهدف عندنا مش المادة, الهدف عندنا الأثر اللي يطلع من هذا المتطوع. طيب ويستمر. أعطيني رقم كم شخص منح الرخصة تقريبا؟ نتكلم على الرخصة. طبعا الرخصة ما دربت فقط في المنطقة الشرقية, الرخصة دربت في المنطقة الشرقية في عدة مدن في الرياض في جدة في المدينة. أيضا الرخصة عليها طلب للتدريب خارج المملكة يعني نتكلم في السودان في الأردن في مصر في الإمارات في البحرين. طيب ولا زالت بعض الدول تطلب هذا الشيء. نتكلم على الدورة الماضية 200 وعدد شوي أكثر من كذا. جميل. 225 تقريبا. هذه دورة واحدة في عدة مدن مش في مدينة واحدة. نتكلم طيب. منطقة الشرقية الوحدة كان فيها مدينتين تم تدريب. طيب لو يعني أنا عندي رأي ممكن في النهاية ويبقى رأي. المنطقة الجنوبية في المملكة يعني ممكن كثير محتاجين اللي يصير عندهم خبرة في العمل التطوعي أكثر بحكم تعرف يعني المنطقة الآن قابلة أي لحظة أنه يعني ممكن يسقط قذيفة تسقط شيء. ففي برامج يعني صراحة مع جهات مميزة أخرى مثلكم الله يجزاهم خير يعني حرصوا على تدريب متطوعين في مناطق في المنطقة الجنوبية في نجران في جيزان. فهي برضو واحدة الأفكار. أنتوا عندكم برامجكم تشمل هذه المناطق صحيح؟ صحيح. أنا أذكر لك شغلة جميل. العمل التطوعي كلنا نسعى أنه نتنافس في الخير تنافس إيجابي. بالنسبة صحيح. للمنطقة الجنوبية فيها برامج وحاليا فيها برامج ولا زالت برامج تسعى بالاستمرارية والانتشار للتأثير الأكبر. بالنسبة لنا كجمعية العمل التطوعي كل ما نرى منطقة ممكن نسوي فيها نقطة شراكة إيجابية سواء في أبها سواء في الباحة سواء في جازان في نجران في جميع الأجزاء المنطقة الجنوبية أو المناطق الشمالية أيضا من المملكة فنحن نبادر بهذا الشيء. أعتقد عدة أشهر سابقة تم توقيع اتفاقية مع أحد المجموعات الشبابية أو المنظمات الشبابية في مجلس شباب الجوف وهذا شيء أسعدنا إنه انتقال للمنطقة هذيك وتم تنسيق إلى تقديم الرخصة أو تقديم عدة برامج أخرى. جميل. بحيث إنه الخير اللي موجود يعم جميع مدن ومحافظات المملكة وهذا الله شيء الله إن شاء الله يكتب أجركم يعني قدر الإمكان نسعى إنه نوصل له مع إنه التحدي كبير.
صحيح التحدي كبير وجهدكم كبير وما شاء الله طاقاتكم كبيرة، فالله يجزاكم خير ويكتب أجركم، ومثل هذه الأعمال حقيقة ما فخرة. واسمح لي أنا بعض المرات ممكن أحب أخذ التفاصيل أكثر، لأن المجتمع الآن كله يعني يبحث عن مثل هذه الفرص في العمل الخيري وفي العمل التطوعي. بالعكس طيب. خذ راحتك، ونسعدنا أنه نقدم أدق المعلومات في هذا الجهد. جميل. ولعل التنافس الشريف اللي ذكرته هو التكامل حقيقة بين المنظمات الفاعلة في العمل الخيري. لكن سؤال بسيط، عملكم الآن ينحصر فقط على داخل المملكة صحيح حتى الآن؟ جميل، خليني أطرح لك النقطة هذه. عملنا نحن جغرافيا في المنطقة الشرقية. جميل. شراكة وتنفيذ البرامج والأسر على مستوى المملكة، بحكم أنه نكون شراكات في المملكة، وبحكم أن أن التطوع الخارجي أصلا يعني حتى الآن يعني ما في إلا جهة واحدة في المملكة هي اللي مصرح لها، هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. صحيح صحيح. فلما نتكلم نحن للدول الخارجية، أي دولة تسعى أنه تستفيد سواء من جمعيتنا أو من جمعية أخرى في المملكة، فهي تتوجه للمنظمة الرسمية، وإذا كان والله شيء نقدر نقدمه بشراكة مع مركز الملك سلمان بالعكس نحن نكون سعيدين. لكن نحن عندنا النظام هذا أنه الجهة مصرح لها اللي هي مركز الملك سلمان، ونحن جميعا يعني كجمعيات أو كجمعية عمل طوعي نكون مستعدين لتقديم أي خدمة لأي جهة في المملكة بتمثلنا. صحيح. خارجيا. جميل جدا. طيب أستاذ خالد، يعني الآن تحدثنا عن الرخصة، وحقيقة جهد يذكر فيشكر، والشخص لما يكون عنده رخصة، الرخصة هذه تأهل أنه هو باستمرار ممكن يعمل في العمل التطوعي. الجميل برضه أنا قاعد أختصر الكلام في بعض النقاط، الجميل أن الرخصة هذه معتمدة أو يعني صارت فيها شراكة مع منظمة United Nations Volunteer UNV اللي هم طبعا مقرهم في بون في ألمانيا. طيب خلينا الحين أنتقل لشراكة أخرى، الاتحاد العربي للتطوع. بالنسبة لهذه الشراكة وأنتوا يعني أعمالكم داخلية، كيف ممكن تعطينا بعض التفاصيل عن هذه الشراكة؟ كيف ممكن نستفيد إحنا كمجتمع من هذه الشراكة؟ جميل جميل. ممكن الاتحاد العربي كمنظمة خارج المملكة أيضا تتواصل مع مركز الملك سلمان، أو تتواصل مع منظمة مجلس التعاون الخليجي، مع عدة الجهات اللي لها ممثلين في المملكة وهم المصرح لهم بالعمل خارجيا، وبعد جميل. كذا يتواصلون معنا. يعني مثلا قد يتواصل مع منظمة مجلس التعاون الخليجي، أوكي، ويكون في طلب على أحد برامج الجمعية. إذا وصلنا الأمر رسمي فنحن مستعدين نقدم هذا الشيء ليشرفنا أو يشرف البلد. أوكي. في حال إنه والله الاستفادة أقصى من إنه نقدم فقط برنامج ويحتاج استشارة ودراسات، بالعكس الخير محصور، يعني الخير غير محصور فينا، بالعكس نحن ننشر هذا الشيء، وطبعا عن طريق القنوات الرسمية أيضا، يعني لما تكون لك مركز الملك سلمان أو شيء زي كده. طيب الله يعطيك العافية، يعني حقيقة كلام جميل، واضح أنه ما شاء الله في وعي حتى في التعامل مع الجهات والشركاء، وهذا شيء يعني حقيقة جيد جدا، ويعني تشكر الجمعية عليه وعلى الاهتمام. طيب الآن خليني أتكلم معك عن الفعاليات الثانية. الفعاليات أنتوا عندكم برامج ثابتة، عندكم برامج يعني تحصل، يعني خلينا نقول بشكل يعني في المناسبات، في الفعاليات لكم حضور، يكون في برنامج أو شيء، صحيح؟ صحيح صحيح. طيب أعطيني مثلا على برامجكم اللي تصير بين فترة بين فترة وفترة، ما أبغى برنامج ثابت، أعطيني البرامج اللي مثلا، أذكر لي عدد من البرامج اللي سويتوها في الفترة الأخيرة. طيب خلينا أتكلم لك مثلا البرامج التطوعية الشبابية اللي تكون يعني من يوم إلى شهر، وبعد كذا تتجدد أو يصير في فترة أخرى. لما نتكلم على المناسبات الوطنية، كيف أنه نشارك فيها المناسبات الوطنية، نشارك فيها بالدور التطوعي اللي نظهر فيه الخير اللي موجود فينا كشباب سعودي، شباب وشابات أيضا. لما نتكلم على شهر رمضان المبارك، وأسأل الله نبلغنا شهر رمضان جميعا لا فاقدين ولا مفقودين، الجمعية لها أثر كبير في المنطقة الجغرافية اللي نمثلها اللي هي منطقة الشرقية. نسعى أنه نكون هذا الشيء، وأيضا نقدم شراكاتنا للمملكة. في كل رمضان لابد أن نقدم مبادرة نراها من الأساسيات في هذا الوقت، اللي هي مبادرة يعني الإفطار قبل الأذان، لكن تختلف من جهة لجهة. بمعنى العام الماضي جمعية عمل طوعي مثلت مبادرة رمضان أمان، جميل، في المنطقة الشرقية. كان لنا شركاء في الرياض وفي جدة،
قدموا هذه المبادرة. المبادرة مش مجرد أنه قبل الأذان نوزع تمر وموية، اسمها رمضان أمان، ها؟ اي احد المبادرات اللي يعني تعرف انت كل سنه يكون لها برامج. ايوه صح، بس الامان برامج. الامان الغذائي المقصود؟ لا، الامان السلامه. السلامه وهذا اللي حبيت اعرج عليه وشكرا لك، انه مش مجرد انه نوزع المويه والتمر واللبن والاشياء هذه، لا، رساله السلامه للسائق او لافراد اسرته اللي باقي على وقت الاذان ربع ساعه او اقل يسرع عشان يوصل يفطر، نقول له لا يا حبيبي انت التزم بقوانين السلامه المروريه وتوصل ان شاء الله. نحن ننتظرك في نقاط متفرقه كثيره جدا، مو بس نحن، مو بس جمعيه عمل طوعي، جهات كثيره الجمعيات، افراد، في افراد، وهذا شيء يعني يبعث في النفس السرور، انه عوائل بتطلع اقرب اشاره عندها بتوزع يوم يومين ثلاثه، لكن نحن نسعى انه من اول ايام الشهر لاخر ايام الشهر نتواجد ونعلن للناس في الحسابات انه ترى جمعيه عمل طوعي متواجده في المدن المذكوره في النقاط المروريه المذكوره. وهذه المبادره ما تتم فقط متطوعين، هذا الشيء اللي يخلينا انه حريصين نقدمها مع رجال المرور بالتواجد معهم. ممتاز. نتشارك هذا الخير مع بعض، ننظم الحركه المروريه، نساعدهم في موضوع السلامة، الحرص على سلامة الناس وإيصال الفكرة. ابتسامة مع كلمة جزاك الله خير لا تسرع، ابتسامة مع كلمة جزاك الله خير اربط حزام الأمان، الأشياء هذه لها أثر. اي هذا الشيء خصوصا في رمضان يا أستاذ خالد، خصوصا في رمضان. في الحج لما نتكلم ترى انه اغلب الشباب لكم اعمال في الحج؟ بالحج لثلاثة اعوام ماضية جمعية العمل الطوعي في المنطقة الشرقية عندها شراكة مع أحد المؤسسات، مؤسسة سعد الدين، يتواجد في الحج نوزع ما يقارب المليون وجبة، المليون حاجة ما شاء الله تبارك. طب أنا أقول لك حاجة، الموضوع هذا كبير وموضوع الحج أكيد كبير، خلينا نطلع فاصل بسيط نرجع نستكمل فيه. تفضل. تمام طيب مستمعين، فاصل بسيط نرجع نستكمل بعد مشوار برنامج، خليكم معنا. تكاتف مع إبراهيم الدوسري. حياكم الله مستمعينا، متواصلين في الحديث عن جمعية العمل التطوعي واللي مقرها في الشرقية. معنا في الحديث عن هذا الموضوع مستمر أكيد الأستاذ خالد الزهراني، مساك الله بالخير من جديد أستاذ خالد، حياك. يمسك بالنور السرور، أهلا وسهلا فيك. نرجع الموضوع الحج، قلت لي في موضوع الحج عندكم شراكة، تفضل. أي نعم. أعطينا فكرة. نتكلم على طبعا كشباب سعودي كلنا كمواطنين سعوديين نفخر إنه في الحج الكل يهب والكل يفزع ويقدم أعمال جدا كبيرة، ما توصل للدرجة اللي توازي الجهد الكبير اللي تقدم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم المشرفين سيدي سمو ولي العهد ورجال الأمن، لكن نحاول نضع بصمة بسيطة أمام هذه الجهود الكبيرة. بالنسبة لجمعية العمل التطوعي، سنويا في الثلاث الأعوام الماضية في شراكة المقدمة مع شركة سعد الدين للحلويات نقدم مبادرة شباب من المنطقة الشرقية يتوجهون للمشاعر المقدسة. جميل. أيضا مدينة جدة ومنافذ للمشاعر المقدسة نقدم فيها ما يقارب المليون على حسب الجهد اللي نقدر فيه واللي الله يبارك فيه للحجاج، الحجاج اللي يجون من خارج البلد أو الحجاج اللي في المشعر الحرام. مليون وجبة قدر الإمكان. أي لا تقول مليون حافي، فكرون هالدراهم يا أستاذ خالد. لا 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 مليون وجبة، مليون وجبة قدر الإمكان أنه نسعى نوصل لهذا الرقم وأكثر. ليه؟ إذا الخير موجود بالعكس إنه نقدمه للجميع. في حجاج يجون من خارج البلد واجب علينا استقبالهم وإكرامهم، هذول ضيوف الرحمن. وهذه المليون وجبة كلها في ظرف أيام الحج فقط؟ تقريبا العام الماضي موسم الحج الماضي بدينا هذه المبادرة من يوم 1 ذي الحجة وانتهت المبادرة في يوم 11 ذي الحجة. 11 ذي الحجة انتهينا من المشاعر، انتهينا من الحرم، انتهينا من مدخل مكة وجدة وطريق المدينة وجدة، يعني نتكلم عن طريق المدينة وجدة في عدة نقاط أو محطات. صحيح. بينزل الحاج وهو جاي ما معاه اللي ممكن يعني تكلفة الحج، فلما يشوف شباب سعوديين ينتظرونه عند الباصات والنقاط هذه وينزل ويلقى وجبة وأكل أو تمر وفواكه وأشياء صحية، صدقني ما تحس بالشعور والدعوات الجميلة اللي نسمعها إلا لما تكون في هذا الميدان. خيرات ربنا. وأعتقد أخي إبراهيم نحن شركاء إنه نتواجد في أشياء زي كذا، وأنت أحد الناس اللي يعني خير. الله يسعدك. الله يسعدك. طيب أستاذ خالد، أنت عندكم برضو جائزة
جائزة التطوع السعودية. جائزة التطوع السعودية لمين بالضبط؟ طيب مين يقدر يشارك فيها وإيش محاور الجائزة هذه ومتى وقتها؟ أعطينا فكرة عنها بشكل عام. جميل. يسعدني أول شيء أنك عرشت على هذا المحور. المحور هذا زي ما نقول هو خبر اليوم قبل ما يكون خبر بكرة. يعني حصري حقنا ألف ألف على رأسي والله رأسي أخي إبراهيم تستاهلون. جائزة التطوع السعودية أحد برامج جمعية العمل التطوعي يهدف فيها للتمكين والتقدير. العمل التطوعي كلنا نسعى أنه نأخذ الأجر من الله عز وجل، لكن كل ما كان العمل فيه تقدير للجهود هذه كل ما زادت استمراريته والاستدامة والأثر الجميل فيه. الجائزة هذه أطلقت في دشنت في عام 2016 عفوا. تمت يعني معاييرها وشروطها وجميع الإحصائيات في يوم 21 فبراير اللي نتكلم على يومين من الآن بإذن الله. راح تطلق الدورة الأولى للجائزة. الجائزة هذه لها 6 فروع 6 مجالات وأيضا فيها فروع. نتكلم على 3 مجالات راح تطلق هذا العام، 3 مجالات راح تطلق العام القادم. المجالات اللي نتكلم على 2018 المجال التقديري، جائزة تقديرية لناس لهم مساهمات عظيمة في هذا المجتمع. نتكلم على الشخصيات التطوعية وهذا المجال الثاني، وفي عدة فروع. نتكلم على القدوات، نتكلم على الأسر التطوعية. في أسر عندنا جميل. الحمد لله كأسر سعودية عندنا أسر مشهور لها العمل التطوعي ويقدموا العمل التطوعي. نتكلم صحيح. على أيضا الأبطال، في عندنا أبطال والله أخوي إبراهيم في المجتمع. قد ما نسعى وقد ما نروح ونشوف إلا أنه نرفع راسنا فوق أنه في عندنا أبطال في المجتمع في مختلف الأعمار. جميل. نعم، مدراء تطوع، مسؤولين وحدات تطوع، ناس بتعمل في الخفاء وبتقدم الجهد. صحيح. هذا صحيح. أيضا في رواد العمل التطوعي، هذولي ناس وضعوا بصمة مرة كبيرة لهم في مجال العمل التطوعي، في مجال الشخصيات التطوعية. طبعا المجال الثالث اللي فيه انتشار أيضا عندنا في المملكة ورح يطلق هذا العام مجال الفرق التطوعية. الفرق التطوعية بنوعيها المختص والعام. ما شاء الله تبارك الله، كل يومين بنسمع عن فريق تطوعي. في الشرقية كيف الجمعيات التطوعية الآن؟ بدأت تكثر يا أستاذ خالد في الشرقية؟ ما شاء الله تبارك الله، المنطقة الشرقية من شمالها لجنوبها، من غربها لشرقها، الجمعيات التطوعية والفرق التطوعية. نتكلم أنه الآن أغلب الجمعيات سعت وبعضها وصل أنه يكون عنده وحدة تطوع. الجمعية اللي بتخدم الأيتام عندها وحدة تطوع تساعدها في إيصال هذا الـ 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 في هذا المجهود وهذا الفكر الكبير والخدمة الكبيرة لهذه الفئة. الجمعية اللي نتكلم في مجال الفقراء أو المرضى أو إلى آخره يسعون مكون وحدات تطوعية، وهذا شيء يسعدنا كجمعية العمل التطوعي. بالعكس نفخر إنه الجمعيات يكون عندها هذه الوحدات اللي ينشر أثرهم وعملهم بصورة أكبر. كجمعية العمل التطوعي أيضا عندنا فرق تنتسب لنا للجمعية، فرق شبابية، فرق نسائية، فرق كبار سن، فرق لقيم معينة مثل بر الوالدين، فريق مختص في بر الوالدين، فريق مختص في الأطفال، فريق مختص في اللغة العربية، وعنده مبادرة كاملة، مبادرة تكلمهم عربية، مبادرة يعرب اللي يقدمونها مو شرط في اليوم العالمي للغة العربية، لكن يسعون انه ياخذون المناسبات اللي يظهرون فيها ذا القيم. الفرق التطوعية عندنا فرق مرة يعني حسينا بالفخر كثير انه الفرق هذه كانت فرق الان اصبحت جمعيات. نعم، فرق مختصة في ذوي احتياجات الخاصة. هذه جهود برضو الوزارة العمل في تسجيلها، الله يجزاهم خير. وزارة العمل صدقني أخوي إبراهيم مو عشان إنه نحن في لقاء أو شيء زي كذا، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة إنه تسهل هذا العمل وتبرز إبراز هذا العمل. لما نتكلم على الفرق اللي كانت سواء في مجال ذوي احتياجات خاصة أو في مجال بعض الأمراض المختصة أو إلى آخره، الوزارة يوم إنها تشوف إنه الفريق هذا بطل وقادر إنه يكون جمعية، ليه لا تحتضنه تكون جمعية. ونحن نحس بالفخر انه كجمعيه عمل طوعي فرق كانت موجوده عندنا الان جمعيات زينا زيها، وهذا الشيء بالعكس نرجع نوقع شراكات معه ونرجع نقول يا شباب اللي تحتاجوه مننا نحن في خدمتكم نقدمه لكم، واذا في بيننا تعاون ممكن نستمر. هذا الشيء في جائزه التطوع السعوديه لابد من التقدير له
وهذه الفرق الطوعية ومجهودها الكبير لها مجال خاص كامل ما بين مختص وما بين عام، وراح يفوزوا فيه بإذن الله عز وجل 3 فائزين في المجال الخاص. وأين تقدم الجائزة؟ وين تقدم؟ إيش الحدث اللي تقدم فيه الجائزة؟ لما نتكلم على الجائزة، نتكلم على الجائزة بإذن الله راح تطلق يوم 21 فبراير اللي هو بعد يومين من الآن. راح يكون الجائزة إلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا راح يتم إعلانها، وأيضا بعض القنوات وبعض الإذاعات مثل إذاعتكم الجميلة يا أخي إبراهيم. بعد كذا راح يكون في مدة منافسة، مدة تحكيم، مدة فرز للمشاريع، تواصل مع المشاركين إلى يوم 21 فبراير 21 أبريل، نتكلم على شهرين من الآن. بعد كذا راح تبدأ المرحلة النهائية للتحكيم بإذن الله في يوم 26 أبريل، راح نعلن عن جائزة التطوع السعودي الدورة الأولى مين أخذها في المجالات الثلاثة. راح يكون في حفل، راح يكون في معرض وطني قمناه مرة في عام 2016 ولازمنا نسعى أنه نقيمه سنويا، معرض جهود، المعرض الوطني لجهود التطوع. هذا المعرض فكرة اسم المعرض معرض جهود ها؟ اي نعم، هو جهود السلوغن حقنا اللي هو المعرض الوطني لجهود التطوع. المعرض هذا قمناه المرة الماضية شمل أكثر من 45 جهة تطوعية ما بين فريق وجمعية على مستوى المملكة، ما بين مختص وعام. في عدة برامج في المعرض، المعرض يقام على مدة 3 أيام في منصة للجهود التطوعية نبرز فيها الشباب والشابات السعوديين المتحدثين اللي لهم إلهام في هذا المجتمع التطوعي المجتمع السعودي، نبرز الفرق والمبادرات، نبرز أيضا الفائزين في الجائزة في هذه الدورة بإذن الله يتم إبرازهم. وراح يكون في حفل إن شاء الله سنوي نكرم في هذه الجهود الوطنية الشبابية. جميل جدا. عندي ملاحظة ما شاء الله، يعني الجائزة هذه هي فرصة للكل يقدر يشارك فيها، هذه نقطة لازم نعرج عليها. صحيح؟ صحيح، ممتاز جدا. تنطلق في 21 فبراير بعد يومين عن طريق القنوات الرسمية للجمعية. صحيح؟ والجائزة أيضا. طيب ممتاز. بالنسبة للمسميات ما شاء الله، يعني هذه ملاحظة خلينا نسميها في هامش الموضوع، الواعد الواعي، رمضانك أمان، يعرب، كلمهم عربي، يعني من الشخص الذي يقف خلف هذه المسميات الجميلة؟ يعني المسمى يعني يفرق كثير. ما شاء الله تبارك الله، لاحظت عندكم التعبير جميل حقيقة في اختيار المسميات. الله يسعدك أخي إبراهيم. أبغى أعرج على شغلة واحدة وهي مش نقطة مجاملة بقدر ما هي نقطة لابد الكل يعرف عنها. لما نتكلم نحن جمعية العمل التطوعي، وهذا شيء يدعوني للفخر كعضو في هذه الجمعية، عندنا قيادات، عندنا أسماء بارزة. لما أتكلم على الجائزة والجهد الكبير اللي راح يطلق في هذا العام والعام القادم، نتكلم على الدكتور محمد الأنصاري أمين عام الجائزة، وأيضا فريق العمل اللي معه. لما أتكلم على تنظيم العمل التطوعي والجهد اللي موجود فيه، أتكلم على الأستاذة منال قحطاني المدير التنفيذي جمعية العمل التطوعي، من معلق زاد عزيزي، من أولى السيدات اللي في المجتمع السعودي خدمت في مجال العمل التطوعي منذ سنين. لما أتكلم على في جمعية العمل التطوعي في كذا في زي ما نقول سكرت أو سر، يعني ما يظهر نادرا ما يظهر للإعلام، الأستاذ محمد البقومي الأمين العام للجمعية، ترى هو من الشخصيات اللي نتكلم أنه السر من أسرار خلف المسميات هذه. عدة برامج، كل برنامج في الجمعية في له مسمى. طبعا ما نستغني عن التوجيهات، سواء الرئيس الفخري للجمعية سمو أمير المنطقة أو سمو نائب أمير المنطقة أو الدكتور نجيب الزامل. شوف أنت تتحدث عن أسماء، يعني ما في أحد في الشرقية ما يعرف الأسماء هذه. نعم، أسماء لها أثر، الأسماء هذه خلفها جيل ثاني شبابي قوي جدا، أفخر بجميع الشباب السعودي وبالأخص الشباب اللي ماسكين برامج جمعية عمل طوعي. أتكلم لك في كل برنامج إما ترى اسم أو اسمين، وقد لا أذكر البعض وأنسى البعض، لكن اسم أو اسمين أو ثلاثة ماسك البرنامج. الرخصة الدولية، المركز الشرقية، جائزة التطوع، مركز سعودي للدراسات والأبحاث، جميع البرامج سواء عندنا أو في جهات ثانية ترى فيها صفين، صف الملهمين واللي نستلهم منهم هذه الأفكار وهذه المسميات، وصف الشباب الواعد اللي بإذن الله هو الجيل القادم بإذن واللي إن شاء الله نعتبر نفسي واحد من هذول الشباب، ما أبغى أصير من الجهة الملهمة من الشيبان نقول كذا. لا يكون تقصد العم نجيب؟ لا لا لا، إلا نجيب الزامل ترى شباب والدنا نجيب أحلى
كبرت قلت والدنا لا واصغر مننا هذه ما نختلف من الثلاث الكلمات الله يتريس ترى وجهه يصير حمر بسرعه العم نجيب الله يسعد جميعا طبعا الاكيد الدكتور نجيب الزامل ويعني من اعلام التطوع في المنطقه العربيه مش فقط في المنطقه الشرقيه ولا في المملكه حتى دكتور محمد الأنصاري دكتور محمد البقومي دكتور منال القحطاني يعني كلهم أعلام حقيقة من برامج الموهبة في السعودية اللي كانت تقام وكذلك برامج التطوع برامج الخيرية باستمرار يعني كل أينما وجد العمل الخيري العمل التطوعي من سنين تجد هذه الأسماء نفسها تتكرر في الخارطة فهنيئا لجمعية العمل التطوعي هذه الأسماء ويعني ما أسمعها منك يعني من كلام أخي خالد جميل جدا وليس بغريب أن يكون هذا المنتج أو هذه الإنتاجية من جمعية العمل التطوعي إذا كان يقف خلفها أمثالكم جميعا الله يحفظ الله يسعد حبيب إبراهيم وهذا شيء مفخرة لنا وبإذن الله وأنا متأكد أنه موجود شيء كثير في عدة مدن في عدة جهات الشباب السعودي الحمد لله أنه مفخرة وهذا شيء يعني يعنون عشان كذا على طاري الشباب السعودي احنا الحين اعتقد وصلنا لنهاية الحلقة ومخرجنا تراها شوي يقرصنا لا قفلت الحلقة فاعطيني استاذ خالد كلمة توجهها للمجتمع باسمك وباسم الجمعية تفضل طيب اولا يعني باسمي وباسم جمعية طبعا اشكركم اشكر اسرة برنامج تكاتف على الفرصة الجميلة صدق اخوي ابراهيم فرصة جميلة انه نقول للناس انه نحن ترى في خدمتكم ونحن في انتظاركم ونحن بإذن الله مكملين لكم بإذن الله كشباب سعودي وهذا يعني مفخرة جدا لما نتكلم على توجه قيادتنا الحكيمة في رؤية 2030 جزء كبير منها العمل التطوعي وجزء كبير منها الشباب يقوم على الشباب ونحن كشباب سعودي ممكن يعني نتكلم على أنه كشباب سعودي نطمح لا الآن نطمح ونقدم نساهم في هذا الحلم الكبير لبلدنا بلدنا أعطانا الكثير كشباب واجب علينا نقدم الكثير كل في تخصصه كل في مجاله كل يسعى بقدر الإمكان يتعاون مع الآخر جمعية العمل التطوعي سواء في المنطقة الشرقية أو على مستوى المملكة هي جهود شباب وشابات الوطن جميل جدا. وأيضا الجمعيات الأخرى فنحن فخورين أنه نقول شباب نحن جالسين نتكاتف ونظهر هذه الصورة مع بعض في تكاتفنا للعالم الخارجي العيون كلها على شباب بلدنا على أفراد مجتمعنا الغالي فقد ما نتعاون قد ما نقدم صورة جميلة وعمل منظم له أثر إن شاء الله كبير يساهم في تنمية هذا البلد شكرا مرة ثانية لك أخوي إبراهيم شكرا لأسرة البرنامج وبإذن الله من أفضل لأفضل كشباب سعوديين إحنا كلنا شركاء نحفز بعض وأبواب الجمعية إن شاء الله أنها مفتوحة للجميع يا أخي خالد صحيح؟ بالعكس أبواب الجمعية ويشرفنا أنه في أي برنامج في أي مناسبة استقبل ناس جدد يجونا وحتى لو يتواصلوا معنا ممكن نزور جمعيات نزور فرق دام أنه الموضوع يخدم بلدنا فتأكد أخي إبراهيم جمعية العمل التطوعي وأفرادها أول الناس إن شاء الله أنكم موجودين بإذن الله شكرا لك الأستاذ خالد نائب المدير التنفيذي لجمعية العمل التطوعي ولمقرها في المنطقة الشرقية في هذا اللقاء كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا لجمعية العمل التطوعي مستمعينا وصلنا إلى ختام برنامجنا وختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامج تكاتف هذا البرنامج اللي هو منصة للعمل الخيري الإنساني الإعلامية أينما وجد العمل الخيري العمل الإنساني فأينما وجد فمنصته الإعلامية هي هذا البرنامج شكرا للزميل المخرج الأستاذ عبد العزيز السحيم لأسرة البرنامج لكل الضيوف الكرام الذين سبقوا يعني هذه الحلقات هذه الحلقة في حلقات سابقة وإن شاء الله بإذن الله مستمرين دائما معكم في تكاتف وكذلك شكرا لأسرة البرنامج أذكركم ببرنامج الزميلة هيلة برنامج مشاوير مباشرة بعد هذا البرنامج أترككم الآن مع نقل أذان شعائر صلاة العشاء في توقيت مكة المكرمة إلى أن تقيكم يوم الاثنين القادم في أمان الله.